عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. يا رب كلنا نكون بخير. اخبار اكلنا ايه؟ احنا متفقين لازم ناكل كل يوم اكل صحي، ناكل خضروات وفواكه عشان مناعتنا تبقى قوية جدا. النهارده هنراجع مع بعض درس جسم الانسان. يلا بينا نفتكر مع بعض اجزاء جسم الانسان. جزء عندي الرأس، نقول مع بعض رأس، تاني رأس، يلا كلنا نشاور مع بعض، يلا رأس، أحسنتم. تاني حاجة من أجزاء جسم الإنسان رقبة، تاني رقبة. الرقبة دي عندنا فين؟ فين الرقبة؟ الرقبة تحت الرأس. نقول بقى مع بعض نشاور رقبة، صوت أعلى، رقبة. بعد الرقبة ايه؟ ذراع، تاني ذراع، يلا نشاور مع بعض ذراع. طيب لما بنيجي نمسك اي حاجة بنمسكها بايه؟ بالذراع؟ لا، بنمسك بايه؟ يلا عايز صوت عالي، بنمسك باليد، احسنتم، يد، صوت اعلى، يد، برافو علينا. بعد اليد عندنا ايه؟ ايه؟ مين يقول؟ عندنا ايه بعد اليد؟ عندنا ساق، تاني ساق، نشاور مع بعض يلا، ساق. ايه تاني بعد الساق؟ بنمشي على ايه يا اصحابي؟ لما بنيجي نمشي بنمشي على ايه؟ بنمشي على القدم، نقول مع بعض قدم، برافو علينا. تاني صوت اعلى، قدم، تاني قدم، يلا بسرعة نقول مع بعض من الاول، وعايزاكم كلكم تشاوروا معايا. يلا، اول حاجة رأس، تاني رأس، برافو علينا. تحت الرأس رقبة، صوت اعلى، رقبة، برافو. ايه بعد الرقبة؟ ذراع، تاني ذراع. عندنا كم ذراع؟ واحد، عندي اتنين ذراع، برافو علينا. بعد الذراع يد، تاني نشاور يد، برافو علينا. بعد اليد عندي ساق، عندي ساق واحدة؟ لا، عندي اتنين ساق، برافو علينا. بعد الساق عندي قدم، يلا نشاور مع بعض قدم، برافو علينا. دلوقتي هنفتكر مع بعض حاجة تاني، أجزاء الرأس، يلا بينا. أول حاجة عندي من أجزاء الرأس وجه، نقول مع بعض وجه، يلا نشاور كلنا وجه، تاني صوت أعلى، وجه، برافو علينا، أحسنتم. بعد الوجه عندي شعر، تاني شعر، يلا كلنا شعر، برافو علينا. بعد الشعر عندي عين، عين، عندي كم عين؟ عندي واحد، اتنين، عندي اتنين عين، نشاور مع بعض كلنا عين، برافو علينا. بعد العين عندي أنف، أنف، ايه وظيفة الأنف؟ بشم بيها، الأنف بنشم بيها، يلا كلنا نشاور مع بعض أنف، تاني صوت أعلى، أنف، برافو علينا. بعد الأنف عندي فم، تاني فم، ايه عندي داخل الفم؟ برافو، عندي اسنان، وعندي ضروس، وعندي لسان بتذوق بيه الطعام، برافو علينا. يلا بقى نشاور مع بعض فم، صوت اعلى، فم، برافو، برافو يا شاطرين. بعد الفم عندي اذن، تاني اذن، عندي كم اذن؟
المدن؟ واحدة؟ لا، عندي واحد اثنين. برافو علينا، عندي اثنين. الأذن بنعمل بها ايه؟ بنعمل ايه بالأذن؟ بنشم بيها؟ بشوف بيها؟ لا، بسمع بيها. الأذن بنسمع بيها. برافو علينا. نقول بقى مع بعض تاني واحنا بنشاور. أذن، تاني أذن. برافو، شاطرين جدا. يلا بسرعة نقول تاني من الأول ونفتكر مع بعض تاني بسرعة أجزاء الرأس. بسرعة نقول مع بعض. أول حاجة عندي شعر، شعر. عين، عين. أنف، أنف. فم، فم. أذن، أذن. يلا بينا نلعب مع بعض لعبة حلوة جدا. أنا هشيل جزء من أجزاء الرأس وهخبيه ونقعد نفتكر كده مع بعض ايه اللي ممكن يكون ناقص عندي من اجزاء الرأس. يلا بينا نلعب. يلا بينا نفكر ايه اللي مش موجود عندي من اجزاء الرأس. الشعر؟ لا، الشعر موجود. ايه ممكن يكون ناقص؟ الاذن؟ لا، الاذن موجودة. واحد، اتنين. ايه اللي ناقص عندي اصحابي؟ الفم؟ الفم موجود. مين يعرف؟ يلا بسرعة نفتكر مع بعض مين عندي بياخد باله ايه اللي ناقص عندي من اجزاء الرأس. الانف؟ الانف موجودة. برافو علينا، احسنتم. اللي ناقص العين. يلا بينا نضع العين مكانها. واحد، اثنين. يلا يا اصحابي نلعب مرة تانية. كلنا نبص مع بعض ايه اللي ناقص عندي من اجزاء الرأس. يلا نفكر ونشوف ايه اللي مش موجود. العين موجودة. واحد، اثنين. الانف موجودة. الوجه موجود. الشعر موجود. ايه اللي ناقص؟ احسنتم، فم. فم، نضع الفم مكانه. نبص مع بعض. لأ، لسه فيه جزء كمان ناقص. مين يعرف؟ يلا بسرعة نفكر. برافو، احسنتم. الاذن، عندي اثنين اذن. واحد، اثنين. كده كل اجزاء الرأس كاملة وموجودة. برافو علينا، شاطرين جدا. يلا بينا نفتكر حاجة تانية خدناها مع بعض. هنفتكر سوا الحواس الخمسة. وقلنا عندنا كم حاسة؟ عندنا خمسة، خمس حواس. اول حاسة فيهم التذوق، تاني التذوق. بنتذوق بإيه؟ إيه اللي بنتذوق بيه؟ بنتذوق بالأنف؟ لأ، بنتذوق بالفم وباللسان. بنتذوق إيه؟ بنتذوق الطعام. لما ماما بتعمل لنا أكل جميل في البيت بنروح بسرعة بسرعة علشان ندوق الأكل بتاع ماما، نشوف عايز ملح ولا لأ، أو لو حاجة حلوة بنشوف محتاجة سكر ولا لأ. يبقى التذوق بندوق الأكل ونشوف هو ممكن يكون سخن يلسعنا ولا لأ. يبقى التذوق ندوق بيه الأكل ونشوف أول ما بندوق الأكل بنلاقيه جميل وبنجوع قوي ونخلص طبقنا كله. شاطرين يا أصحابي، برافو علينا. تاني حاسة عندي حاسة الشم. يلا كلنا كده نشم.
شمين ايه يا اصحابي؟ ايه اللي احنا شمينه؟ بنشم ريحة الهواء الجميل، بنشم ريحة الاكل الحلو قوي اللي ماما بتعمله لنا. كمان بنشم ايه؟ بنشم ريحة العطر، البرفان اللي مامي بتحطه لنا، ريحته بتبقى حلوة قوي، وانتوا كلكم ريحتكم جميلة جدا. كمان عندي من الحواس الخمسة حاسة البصر، حاسة البصر علشان اشوف بيها كل حاجة حواليا. كمان عندي حاسة السمع. كل دي اصحابي نعم جميلة ربنا مديها لنا، لازم نشكر ربنا عليها. بنعمل بحاسة السمع ايه؟ بسمع بيها الاغاني والاناشيد، وبسمع بيها ماما وبابا هما بينادوا عليا عشان اجري بسرعه اشوف هما محتاجين مني ايه. ينفع ماما وبابا ينادوا عليا وانا اكون قاعد مشغول عنهم؟ لا، لازم بسرعه اجري على بابا وماما واشوفهم محتاجين مني ايه. اصحابي كلهم شاطرين وبيسمعوا الكلام ومطيعين جدا. اخر حاسه معايا يا اصحابي من الحواس الخمسة حاسة اللمس، حاسة اللمس بقدر أعرف بيها الحاجة إن كانت خشنة ولا نعمة، وبعرف كمان الكوباية ممكن تكون سخنة لو مسكتها تلسعني في إيدي ولا مش سخنة، صح؟ يلا بينا نشوف معايا كل حاسة ووظيفتها، يلا نلعب سوا. الحاسة معايا حاسة التذوق اللي اتفقنا ان احنا بنستخدم فيها اللسان. بنتذوق ايه؟ الله، الايس كريم. مين فينا يا ولاد بيحب الايس كريم؟ برافو، كلكم بتحبوه الايس كريم. كمان ممكن بتذوق السكر، وبتذوق الملح اللي مامي بتحطه لي على الفشار، لما بتعمله لي في البيت بيبقى طعمه حلو قوي. وكمان بقدر اعرف بيه الاكل محتاج ملح ولا لا، او محتاج سكر ولا لا. عرفنا كلنا ان احنا بنستخدم اللسان في حاسة التذوق. برافو عليكم كلكم يا اصحابي. ايه الحاسة اللي بعدها؟ حاسة الشم. حاسة الشم بستخدم ايه في حاسة الشم؟ برافو علينا، بستخدم الانف، بشم بيها كل الحاجات الحلوة اللي ممكن اشمها، الوردة والعطر ريحته بتبقى حلوة قوي زي ريحتكم الجميلة دايما. كمان ممكن اشم بيها في الجو حواليا اي ريحة وحشة ما بتعجبنيش. ايه كمان بعد حاسة الشم؟ عندي حاسة اللمس. حاسة اللمس، وحاسة اللمس يا اصحابي اقدر اعرف بيها الحاجة لو خشنة بتشوك جدا. شايفين بتشوك خالص ازاي؟ او الحاجة لو ناعمة وجميلة، ناعمة خالص. وكمان بقدر اعرف بيها الحاجة لو سخنة، يعني لو مامي عملت لي اكل وجيت بسرعة وانا جعان ومسكت الطبق وهو سخن لسعني في ايدي، بعرف ازاي ان هو سخن ولسعني في ايدي؟ من حاسة اللمس. برافو علينا يا اصحابي. بعد حاسة اللمس عندي حاسة البصر. حاسة البصر بقدر بيها اشوف كل حاجة حلوة حواليا، اقدر اعرف الليل والنهار، واقدر اشوف الشمس لما تطلع، وكمان بقدر اعرف بيها كل الالوان اللي احنا عارفينها مع بعض. كمان يا اصحابي بعرف اقرا القصص الجميلة اللي انتم كلكم بتحبوها، وبعرف اذاكر دروسي واخلص واجباتي كلها.
كمان يا أصحابي بحاسة البصر بقدر أشوف بيها بابا وماما وإخواتي وكل الحاجات اللي بنحب نشوفها حوالينا. وبعد حاسة البصر ندخل على حاسة السمع. حاسة السمع يا أصحابي بنسمع بيها إيه؟ بسمع بيها صوت العصافير لما بنصحى من النوم الصبح بدري عشان نروح المدرسة، ونسمع صوت العصافير وهي بتغرد الصبح، صوتها بيبقى جميل قوي. وكمان بسمع بيها الموسيقى، وبسمع كمان صوت الجرس بتاع المدرسة. أكيد كلكم وحشكم صوت الجرس، إن شاء الله هنسمعه كلنا قريب. وكمان بسمع بحاسة السمع الأغاني والأناشيد. وقتي زي ما تعودنا مع بعض ميعاد إيه؟ ميعاد اللعب. يلا بينا نلعب لعبة حلوة قوي هتعجبكم. هنلعب إيه؟ عندنا كل الحواس، الخمس حواس اللي احنا خدناهم. هنشوف ايه الحاسة اللي ممكن استخدمها في الصور دي. يلا ساعدوني عشان انا مش عارفة. نبص مع بعض، بندوق بيها الايس كريم وبعرف بيها السكر، وكمان بعرف ادوق بيها الفشار الجميل واعرف ان هو عايز ملح ولا لا. تبقى أي حاسة فيهم؟ السمع؟ لا، ندور مع بعض. الأنف؟ لا، عرفتها، التذوق. برافو علينا. يلا بسرعة نحط حاسة التذوق مكانها. برافو علينا، بنتذوق باللسان الآيس كريم والسكر والفشار. برافو يا أصحابي. يلا بسرعة نروح على حاسة جديدة. بشم بيها الوردة، وكمان بشم ريحة العطر الجميل. بنشم بإيه؟ بحاسة السمع؟ لا، برافو علينا، بالأنف. حاسة الشم بتكون بالأنف. أحسنتم يا أصحابي. بعد حاسة الشم هنلعب يا أصحابي مع حاسة جديدة بعرف بيها ناعم ولا خشن، وبعرف بيها الكوباية لو سخنة أو باردة. بتكون بحاسة إيه يا ترى؟ بالعين؟ بحاسة البصر؟ لا، أنا بحاسة السمع؟ لا، بحاسة اللمس. بعرف السخن والناعم والخشن بحاسة اللمس يا أصحابي. أحسنتم، برافو علينا. ويلا بينا نلعب مع حاسة جديدة بسمع بيها صوت العصافير، وكمان بسمع صوت الجرس، وبسمع الموسيقى والأناشيد اللي أنا بحبها. بتكون بحاسة إيه؟ البصر؟ لا، بسمع بالأذن، حاسة السمع. أحسنتم يا أصحابي. ويلا بقى نبص بسرعة على آخر حاسة معايا. بقدر أعرف بيها الليل والنهار، وكمان بقدر أقرأ كل القصص اللي أنا بحبها، وبعرف من خلال الحاسة دي كل الألوان الجميلة اللي احنا كلنا عارفينها بحاسة البصر. أحسنتم يا أصحابي، برافو عليكم، كلكم شاطرين قوي. ودلوقتي احنا خلاص خلصنا ورجعنا آخر حاجة معايا النهاردة. أشوفكم على خير، دايما كويسين وشاطرين ومطيعين لبابا وماما وبنسمع كلامهم.
ودايما بتاخدوا بالكم من صحتكم ومن اكلكم الصحي، وبناكل كل يوم.